الواسع الان في مدينه مراكش هو هذا الاشغال اللي كاينه دابا في المدينه واللي كتشهدها معظم المحاور الطرقيه الرئيسيه في المدينه. يعني اشغال اللي جات في واحد التوقيت اللي هو غير مناسب بحكم كنعرفوا انه حنا في عطله الصيفيه، وكتعرف هذه العطله توافد الجاليه المغربيه هذا واحد واللي كنعتزوا بها، وكتشرفنا على انها كتزورنا من السنه للسنه ما كتنساش البلاد ديالها، وكذلك وتيره السياح الوافدين على مدينه على المغرب ككل وعلى مدينه مراكش ككل من خلال الطفره اللي حققها المغرب، خلال كذلك الصورة اللي أعطاها المنتخب الوطني لهاد البلاد واللي خلات الناس كتسأل على وجهات المغرب وكتبغي تجي تكتشف. ولكن في هاد التوقيت بالذات وبرمجة الإشغال في هاد الوتيرة وبهاد يعني في هاد المحاور اللي كانت تعتبر رئيسية من وإلى كتربط ما بين المدينة القديمة والمدينة الجديدة، يعني خلقت واحد الهالة وواحد الاستياء عميق لدى الساكنه ولا الزوار ديال مدينه مراكش، وخصوصا حنا سائقي سيارات الاجره بصيانه فيها، وكذلك حتى الحافلات اللي تدمرنا من هذا الاشغال، وكذلك الوتيره باش غادي الاشغال والمحاور اللي كتشملها هذا الاشغال. يعني لا يعقل باش تبرمج اشغال كبرى بهذا الشكل في هذا التوقيت بالضبط اللي كيعرف واحد الديناميه وواحد يعني الانسيابيه في السير والجولان لا ديال المدينه ولا ديال زوار المدينه. كنطالبوا وكنشدوا الناس ديال المجلس انه يسرعوا يعني بالاشغال وتكون الاشغال على مدى 24 ساعه. انت كتشوف بدا اولا المدينه هي على مستوى التازي، يعني المنفذ الوحيد اللي يدخل للمدينه والجامع الفنا والمدينه القديمه راه هو هذا، هما تيكرطوا فيه يعني الزفت. عندك هنا شارع ديال الحمى الفتواكي مع شارع الشهداء مع اليرموك مع شارع عبد الله ابراهيم، هادو هاد الشيء على هاد المستوى هادو اللي كيدخلوا المداخل ديال المدينه، ما ناهيك على عبد الكريم الخطابي وكذلك زنقه مولاي رشيد. يعني الاشغال كاع دوك الشرايين الرئيسيه المنظومه السير والجولان يعني فيها اشغال وغاديه بشكل وكثر من هذا. انه سمعنا انه كاين شي تثليث ديال الطرقات وكذا، راه ما كاين لي تثليث لا والو، خصوصنا الا المحاور الكبرى عبد الكريم الخطابي سمعنا راه بغيت ثلثو، ما كاين لا تثليث ولا والو، حيد التروطوار ودير تروطوار. كاين واحد التوسعه من هاد الجهه ومن هاد الجهه، ولكن شي تثليث ما شفناش. حنا كنطالبوا اللي كيهمنا دابا الان حنا مع الاصلاح وبغينا نشوفوا بلادنا في واحد الصوره جميله، ولكن اولا تيخص البرمجه تكون برمجه عقلانيه، تكون برمجه الاشغال في اوقات اللي هي مدروسه وتكون مدروسه بعنايه باش ما تمسش المصالح ديال الناس، لانه مراكش الحمد لله يلاه شهدت واحد الانتعاشه. هنا تنقولوا دابا هنا على مستوى شارع حمى الفتواكي راه هو المؤذن لفيرناج، حي الشتوي كيعرف واحد التواجد واحد المجموعه من المؤسسات العشرات المؤسسات يلاه كيشتغلوا في هذه الوقيته، هما سادين عليهم ما كاينش منين دخل لعندهم كاع نهائيا، لا من هنا ولا من الجهه الاخرى ديال زنقه اليرموك ولا من زنقه ديال الشهداء ولا من الزنقه ديال القادسيه ولا عبد الله ابراهيم. يعني هادو المحاور الكبرى عاد هاد الطرقان كذلك راه كيديو للمخارج ديال المدينه، يعني المنتزهات اللي كاينين نقولوا امليل وريكام ولا ابراهيم الحوزو، هذا كيبقى منفذ وحيد كل شيء كيمشي عليه راه جحيم. غاتدوز بالسياره من هذاك الشارع ديال محمد السادس اللي كيأدي لهاد المنتزهات اللي هي خارج المدينه، يعني جحيم. كذلك اغدال من على برا بحكم ان المشوار مسدود راه ولا الا بغيتي يعني تمشي لسيدي شبلعيني راه حديت ولا حرج، يعني راه خصك واحد ساعه المكانه باش تدخل غير من الباب تا اغدال لعند المصلى. لهذا كنطالبوا المسؤولين باش يسرعوا بالوتيرات الاشغال وتكون الاشغال على مدار 24 ساعه، وتكون المراقبه كذلك والتتبع ديال المجلس. الناس المجلس ما عرفناش دابا واش كاين شي تتبع ولا الناس مشات تبحر لها مع راسها وخلات هنايا منكم لراسكم وصافي. وكان ورغم ذلك كنشكروا المجلس على المجهودات، ولكن حتى هو يدير بحساب هاد المسائل وهاد المسائل وهاد المعاناه اللي كنعانيوها خصوصا حنا كسائقي سيارات الاجره. شكرا.